النهارده الكابتن حسام البدري اعلن القائمه، قائمه المنتخب ان شاء الله لدخول المعسكر باذن الله بعد بكره لاداء مباراتي كينيا وجزر القمر. شفت القائمه ازاي يا استاذ محمود اجماليا الاول؟ لا ابدا، هي القائمه انا يبدو من فتره كده نفس التوقعات اللي دارت فيها الرؤيه بتاعت الكابتن حسام، ان هو اختار الناس اللي هو شايف ان هو يقدر هيأدوا له المباراتين المهمتين جدا، مباراه كينيا في كينيا ومباراه العوده مع جزر القمر. هو شايف نفس الاختيارات، رغم ان انا شايف في يعني حاله من يعني دوشه شويه طبيعي، خلي دوشه بالي. امر طبيعي جدا يعني، وانه مش يعني من وجهه نظري واللي انا اعرفه واشوفه انه مش مطالب المدير الفني يطلع يقول انا اخترت محمد عشان خاطر هيعمل 1 2 3 4 واخترت حسين عشان هيعمل 3 4 واخترت فلان عشان، لا ده امر طبيعي جدا. هو بيبقى تكوين المنتخب طول عمرنا يعني عارفين بتبقى المنتخب عنده مثلا 40 او 45 او 50 لاعب، دول بيدور فيهم فلك الاختيارات الجهاز الفني على المدار طول عمرنا بنشوف الكلام ده، بيبقى عندك حيز كبير بتختار منه اللي بيأدي لك المرحله دي. انت ممكن شايف المرحله دي ممكن مثلا كابتن هاني مش يعني لا مش المرحله دي مش بتاعته، والمرحله الجايه ممكن يكون افضل لي، انا دلوقتي عندي مباراتين اربع ايام واربع يعني مساله صعبه، اختياراته ممكن نقف عندها ونتكلم، لكن في الاخر هو لا يتحاسب وهو المسؤول، ولا حضرتك المسؤول ولا انا ولا الناس اللي طبعا من حق الناس كل واحد عنده طموح نبقى في منتخب بلده، لكن ما اعتقدش انه حسام البدري مش من صالحه انه هو يدخل في اختياراته مثلا العلاقات الشخصيه والانسانيه، ما اعتقد لا يعني امر لا طبعا كابتن حسام يعني طبعا هو بيشتغل فني بشكل كبير، بيشتغل فني كبير وبعدين طبعًا. هو عنده هدف طبعا هو مش يعني الوصول كمان لأمم أفريقيا، لا ده تكوينة المنتخب نفسية ونسيج المنتخب وتكوينته، لأنه كمان عنده ممكن هنقول كلام ممكن تحصل له مفاجأة فما يجيش المحترفين في ظل الظروف اللي احنا شايفينها، ويقول لك باسبوري ضاع ويقول لك مش عارف ايه، كل ده كلام برضه والإصابة حرمت يمكن أحمد حسن كوكا بالرغم أن أحمد كان ماشي بشكل أكتر من رائع، وأنت شايف صلاح برضه في مع ليفربول برضه في كلام كتير داير حول المرحلة دي، فأعتقد أنت النهارده بعد الاختيار ده في عندك حوالي أكتر من 15 لاعب خرجوا من الدايرة، منهم جزء راح المنتخب الأولمبي وفي ناس إصابات وفي ناس يعني هم المدير الفني شايف أنه مستواهم أقل ومش معاه المرحلة دي. الإضافات الجديدة ممكن أبرزها مثلا تقعد تتكلم قصادها مصطفى فتحي بعد انضمامه لاسمه أحمد ياسر ريان، بعد انضمامه للسيراميك كليوباترا خلاص أنت عندك كمان يعني بره اللي أنت عارف في 8 لعيبة من النادي الأهلي وخمسة من الزمالك وخمسة من بيراميدز. لو خدنا بعيد عن الأهلي والزمالك، لو مثلا اتكلمنا على بيراميدز، خمس لعيبة من بيراميدز، عمر جابر بتتكلم على كمان اسلام عيسى، بتتكلم على محمد فاروق، بتتكلم على احمد ايمن منصور، بتتكلم كمان يعني على جبر علي جبر، لا كمان مش على علي كمان جبر. عندك علي جبر فخمسه يعني هنقول لك صوره الناس، والناس بتتكلم يعني في انهي سكه بالظبط؟ يعني الناس بتقول في بعض الاحيان طب اسلام عيسى على المستوى الدولي يعني ما عندوش خبرات كتيره، ممكن كان يخش عنصر او اخر بدل اسلام عيسى على سبيل المثال. بنيجي على مثلا حراس المرمى انت عارف ان فترات كانت مش بعيده كان مثلا ابو جبل هو اللي بيلعب وكان اداء مميز، لكن رجع قعد وبيلعب دلوقتي جنش. فالجزئيه دي انت شايفها ازاي؟ الاختيارات خارج الاهلي والزمالك شايف كان في عناصر كان ممكن تخش بدل عناصر، ولا انت شايف القايمه بالظبط زي ما يعني قايمه مثاليه لمباراتي الكينيا؟ بص احنا مش عاوزين طبعا مش عاوزين ناخد في جزئيه الاختيارات زي ما قلت لحضرتك، وانت برضو حضرتك ليك وجهه نظر تحترم. انت كمدير فني لما بتختار بيبقى عندك حساباتك، اللي انا ممكن طبعا اكون كمشاهد من خارج المربع يعني المستطيل الاخضر انا مش شايفها، هو انت شايفها. يعني لما اقول لك انت اخترت ليه فلان وطلعت فلان، حسام بدري اكيد بيسعى ان هو ينجح ويوصل للهدف اللي هو عوده المنتخب للمشاركه في امم افريقيا بصوره، ثانيا تكوين منتخب لانه عندك الوقت الضيق خلاص، انت كمان انطلاق تصفيات كاس العالم 2022 خلاص على الابواب. هل معنى الناس اللي خرجت دي والناس اللي زعلانه هل معنى دي خرجت من حسابات حسام البدري وخلاص يا جماعه؟ لا ما خرجتش، بس هو ممكن شايف دول في الفتره ممكن ان اقول لك على حاجه، عمر جابر ثابت مع المنتخب رغم انه مع بيراميدز برضو مش بالصوره اللي انا شايفها، او يعني
يعني عمر عنده خبرات عنده يعني مثلا يعني ممكن تيجي تقول تتكلم انت على الجزئيه تقول عمر جابر، لكن مع برمز من العناصر الاساسيه. لكن مع المنتخب انا يعني انا لو اتكلمت عنه برضو مش شايفه يعني لعيب عنده خبرات، لكن برضو مش شايف في ناس تانية، في لعيب يمكن خده الكابتن شوقي.